مايكرو ألبومين تيست. في الفيديو ده هنتكلم على كل المعلومات الخاصة بالمايكرو ألبومين، سواء السورس اند انديكيشن، الميثود اوف استيميشن، الانتربريتيشن، وكمان هنتكلم على المايكرو ألبومين كرياتينين ريشيو. المايكرو ألبومين احنا بنختصره بالألبومين ان ذا يورين. العينة اللي بنستخدمها عشان نقيس المايكرو ألبومين بتبقى عينة يورين سامبل حوالي 10 ملي، بناخدهم من الراندوم يورين سامبل اللي هي اللي احنا بنسميها العينة العشوائية، او بناخدها من 24 hour يورين سامبل من البيشنت، عينة ال 24 ساعة للمريض بيجمعها داخل كلين بلاستيك كونتينر وبعد كده بيوديها للمعمل. الريفرنس فاليو في الراندوم سامبل بتبقى من 0-30 مايكروجرام لكل ملي من اليورين، وبتبقى من 0-30 ميلي جرام على الدي في عينة ال 24 ساعة. الميثود اوف استيميشن بنقدر نقيس المايكرو ألبومين عن طريق الاميونو اسي ميثود من خلال استخدام التربيديمتري برينسبل او النفيلومتري برينسبل. في بعض الكيتس بتستخدم التربيديمتري وفي بعض الكيتس بتستخدم النفيلومتري تكنيك. ليه احنا ما بنقدرش نقيس المايكرو ألبومين باستخدام الديبستيك ميثود او شرايط تحليل البول؟ لان الديبستيك ميثود ديتكت بروتين ان ذا يورين اف ذا كونسنتريشن از مور ذان 500 ميلي جرام على الديسيليتر، بمعنى ان الديبستيك او شرايط تحليل البول بتقدر تقيس كميات كبيرة من الالبومين داخل اليورين، ولكن المايكرو ألبومين بتبقى كميات صغيرة ما بتقدرش الديبستيك ان هي تقيس. المفروض نورمالي الالبومين بيبقى موجود بكمية اقل من 30 ميلي جرام على ال 24 ساعة. عشان كده وجود الالبومين داخل اليورين بكميات صغيرة ما بين 30 إلى 500 ميلي جرام على الديسيليتر بنسميها مايكرو ألبومينوريا، والما بيقدرش يقيسها الأوردينري ميثود سواء الديبستيك أو السبيكتروفوتومتر. عشان كده احنا بنلجأ في القياس باستخدام التربليمتري اميونو أسي أو النفيلومتري اميونو أسي زي الكيتس الموجود قدامنا دي، من خلالها بنقدر نقيس الألبومين الموجود بكميات صغيرة داخل اليورين عن طريق الاميونو أسي اللي هو بيعتمد على الانتيجين انتيبادي رياكشن. في مجموعه كبيره جدا من الاجهزه اللي احنا بنسميها التربيديميتر او النفيلوميتر بتقدر تقيس المايكرو ألبومين باستخدام التربيديمتري تكنيك زي الجهاز الموجود قدامنا ده اللي هو الميسيبا اي 2. تكنيك التربيديمتري بيعتمد بشكل كبير جدا زي ما قلنا على الانتيجين انتيبادي رياكشن. لو الألبومين موجود داخل اليورين بيتحد مع الانتيبادي ضد الالبومين وبيدينا اميون كومبلكس او اتحاد ما بين الانتيجين والانتيبادي. وعشان نخلي الرياكشن ده فيزابل بتبقى الانتيبادي ضد الالبومين محمله على مايكروسكوبيك بارتيكلز او مايكروسكوبيك لاتكس بارتيكلز، وظيفتها ان هي بتعمل انلارجمنت للاميون رياكشن او الاميون كومبلكس بيبقى فيزابل وبيعمل تربيديتي داخل العين نتيجه للرياكشن. وكمية التربيديت اللي بتظهر في العينة بتبقى معتمدة على كمية الألبوم. لو الألبوم موجود بكمية صغيرة زي ما احنا شايفين قدامنا كده بيبقى التربيديتي قليلة. كل ما بيزيد كمية الألبوم كل ما بتزيد التربيديتي داخل العينة، وبيقدر جهاز التربيديميتر يقيس التربيديتي وبالتالي بيدينا انديكيشن على كمية الألبوم الموجودة داخل اليورين. الألبوم واحد من البلازما بروتين بيحصل له سينسيز مينلي داخل الليبر، بعد كده بيوصل للبلازما وهو بيمثل المين بلازما بروتين لانه موجود بالهاي كونسنتريشن في البلازما، وله دور مهم جدا في عملية الترانسبورتيشن والبايندينج لمجموعة من السابستانس اللي بيبقى لها لو سولوبيليتي في الوات زي الفري فاتي اسيد والبيلرو. كمان له دور مهم جدا في الكولويدال اوزموتيك بريشر واللي بيحافظ على كمية الوتر داخل البلد فيسل. Normally small amount of albumin is excreted by the glomerulus. بعد كده بيحصل لها reabsorption by the TPU. الالبومين نتيجة لانه هو عبارة عن بروتين المولكولار ويت بتاعه بيبقى كبير عشان كده ما بيعديش من الجلوميرولار فلتر، ولكن كمية صغيرة بتقدر تعدي من الجلوميرولاي وتوصل للتيبيول داخل التيبيول نتيجة لان ده بروتين مهم للجسم، عشان كده بيحصل reabsorption بواسطة التيبيول، وبعد كده التيبيول بتعمله كاتابوليزم وبتمنع نزوله داخل اليورين. عشان كده المفروض normally اليورين بيبقى free from albumin. في بعض الديزيزز بيحصل increase للالبومين excreted by the glomeruli،
بعض أنواع الأمراض بتؤدي لزيادة الإكسكريشن of albumin بواسطة الجرومالولاز more than reabsorption power للرينال تيبيوم. عشان كده الألبومين بينزل داخل اليورين واحنا بنسميها مايكرو ألبومينوريا. في الحالة دي بتبقى كمية الألبوم اللي بتنزل داخل اليورين صغيرة جدا، عشان كده هنسميها مايكرو ألبومينوريا، وبتبقى الكمية غير كافية عشان يحصل لها ديتكشن عن طريق الأوردينري ميثود باستخدام الاستريبتش. من ضمن الأمراض اللي بتأثر على الجرومرولاي وبتؤدي لنزول الألبومين بكميات صغيرة في اليورين مرض الديابيتس ميليتس. ظهور المايكرو ألبومينوريا في حالة الديابيتس ميليتس ده بيدينا إنديكيشن إن ده عبارة عن كومبليكيشن نتيجة لوجود الديابيتس ميليتس. والمايكرو ألبومينوريا بتبقى الفيرست ساينس على ظهور الديابيتس كومبليكيشن. ومن أمثلة الكومبليكيشن دي الديابيتك نيفروباسي، الكارديوفاسكولار ديزيزز، وكمان الهايبرتنشن. من مميزات قياس المايكرو ألبومين في اليورين انه بيدينا early indication على الديابيتس complication، لان ظهور المايكرو ألبومينوريا بريسيد النيفروباسي نتيجة للديابيتس ميليتس وقت طويل جدا بيوصل من 5 لـ7 سنوات قبل ما بيحصل مشكلة كبيرة داخل الكدني نتيجة لوجود الديابيتس ميليتس واللي بتؤدي للديستربنس في الكرياتينين كليرنس. عشان كده المايكرو ألبومين تيست مهم جدا للديابيتك بيشنت عشان يقدر يحدد ظهور الكومبليكيشن بفترة كبيرة جدا قبل ما تكبر وتبقى مشكلة كبيرة جدا داخل الكلى. الانديكيشن احنا بنقيس المايكرو ألبومين داخل المعمل تو سكرين ديابيتك بيشنت فور ايرلي ساينس اوف نيفروباسي. زي ما قلنا المايكرو ألبوم مهم جدا في اكتشاف النيفروباسي، ودايما بيبقى ريكومندد ان احنا بنقيس المايكرو ألبوم انيوالي يعني كل سنة عشان نتأكد من عدم حدوث اي تشينج داخل الكلى. كمان بنقيس المايكرو ألبوم تو ايفالويت الرينال ديزيزز. الانتربريتيشن الانكريز ان يورينري مايكرو ألبومين بيحصل في حالة الديابيتك نيفروباسي، في حالة الرينال ديزيزز، كمان في حالة اليورينري تراك انفكشن، وفي حالة الهايبرتنشن وخاصة اللي هي بتبقى uncontrolled او اللي هي ما بتاخدش عليه، وفي حالة الاكسرسايز. المايكرو ألبومين كرياتين ريشيو هي بتبقى ريشيو كومبير ذا اماونت اوف ألبومين الموجودة في اليورين اللي احنا قسناها وسميناها المايكرو ألبومين مع الاماونت اوف كرياتينين الموجودة في اليورين. Why we need to do this ratio؟ ليه احنا بنحتاج نعمل ريشيو ما بين المايكرو ألبومين والكرياتينين؟ لان بيبقى في مشكلة اثناء قياس المايكرو ألبومين داخل عينة اليورين، وهي ان المايكرو ألبومين affected by urine concentration بيتأثر بكمية الووتر الموجودة داخل اليورين، لو زادت بتعمل له dilution ولو قلت بتعمل له concentration. عشان نبين المشكلة دي هناخد example بيبين اختلاف تركيز المايكرو ألبومين لو اختلف اليورين كونسنتريشن. المثال ده بيفترض لو في 2 بيشنت الاثنين بيعملوا اكسكريشن لكميه محدده من المايكرو ألبوم وهي 360 ميلي جرام على ال 24 ساعه. في الحاله دي لو المريض الاولاني كان في جو حار هوت داي اند هاد ا ليتل ووتر، بمعنى ان هو موجود في جو حار وما خدش الكميه الكافيه من الووتر، في الحاله دي بيبقى اليورين فوليوم سمول 100 ميلي لتر. في الحاله دي اما بنقيس الكونسنتريشن اوف مايكرو ألبومين بيبقى 360 على ال 100 ملي بيدينا 360 ملي جرام على الديسيليتر اللي هم ال 100 ملي، ديسيليتر معناها 100 ملي. المثال الثاني لو المريض اخذ كميه كبيره من الووتر واليورين فوليوم كان 600 ملي، في الحاله دي الكونسنتريشن اوف مايكرو ألبومين هيبقى 360 على اليورين فوليوم بتدينا 60 ملي جرام على الديسيليتر. وبالتالي في المثال ده بيبين ان كميه الألبومين بالرغم ان هي متساويه في الاثنين بيشنت ولكن الكونسنتريشن مختلف على حسب كميه الووتر اللي نزلت داخل اليورين. Why we compare two creatinine؟ اشمعنى اخترنا الكرياتينين عشان نقارن بيه المايكرو ألب؟ اول حاجه لان الكرياتينين اكسكريشن از كونستنت ان ذا بودي، بمعنى ان الجسم بيعمل اكسكريشن لكميه ثابته كل يوم داخل عينه اليورين، وبالتالي if the urine is concentrated the concentration of creatinine will be high. كمان لو اليورين is diluted the concentration will be low. فمعنى كده ان كمية الكرياتين داخل اليورين بتدينا indication هل في concentration او dilution داخل العينة. عشان كده لو قسنا
اليورين مايكرو ألبون والكرياتينين في نفس العينة وعملنا ما بينهم ريشيو، في الحالة دي الريزلت not affected by the concentration of the urine، وده اللي احنا بنسميه normalization of the result أو الكوريكشن للريزلت of مايكرو ألبون. وعشان نبين أهمية المايكرو ألبومين كرياتينين ريشيو هنكمل على المثال السابق. برضو لو في اتنين بيشنت الاتنين بيعملوا اكسكريشن ل 360 ميلي جرام من المايكرو ألبومين، المريض الأولاني زي ما قلنا اليورين فوليوم 100 ميلي، اليورين مايكرو ألبومين 360 ميلي جرام على الديسيليتر، اليورين كرياتينين أما بنقيسه بنلاقيه 2 جرام على الديسيليتر، وبالتالي أما بنيجي نعمل الريشيو بنقسم ال 360 اللي هم المايكرو ألبومين على الاثنين اللي هو عبارة عن الكرياتينين كونسنتريشن بيدينا 180 ميلي جرام على الجرام. في البيشنت التاني زي ما قلنا اليورين فوليوم 600، اليورين مايكرو ألبومين 60 ميلي جرام لكل ديسيليتر، اليورين كرياتينين 33 من 100 جرام على ديسيليتر. في الحالة دي بنعمل الريشيو بنقسم ال 60 اللي هم تركيز المايكرو ألبومين في العينة على ال 33 من 100 اللي هم الكونسنتريشن اوف كرياتينين بيدينا 181.8 ملي جرام لكل جرام من الكرياتين، وبالتالي هنا بيحصل كوريكشن للريزلت اوف مايكرو ألبومين. لو اعتمدنا على المايكرو ألبومين كونسنتريشن لوحده بنلاقي ان في البيشنت الاولاني بيدينا 360، في البيشنت الثاني بيدينا 60 بالرغم انه بيحصل اكسكريشن لنفس الكميه على مدار اليوم، ولكن اما بنعمل ريشيو ما بين المايكرو ألبومين واليورين كرياتينين بتعمل كوريكشن، وزي ما احنا شايفين بنلاقي الاثنين قريبين جدا من بعض 180 وهنا 181، فبالتالي المايكرو ألبومين كرياتينين ريشيو مهمه جدا للكوريكشن اوف مايكرو ألبومين كونسنتريشن داخل اليورين. نورمال فاليو للمايكرو ألبومين كرياتينين ريشيو، الميل بتبقى اقل من 25 ملي جرام لكل جرام من الكرياتينين، في الفيميل بتبقى اقل من 35 ملي جرام على الجرام في الفيميل لان كميه الكرياتينين في الفيميل بتبقى اقل من الميل نتيجه لان كميه المصل بتبقى اقل. في حاله زياده الريشيو عن 25 في الميل او 35 في الفيميل لحد 290 ملي جرام لكل جرام كرياتين، في الحاله دي بنسميها مايكرو ألبومينوريا او انكريز ليفل اوف ألبومين داخل اليورين، وزي ما قلنا بيبقى اقل من الديتكشن فاليو لليورين ستريب. وبالتالي يبقى احنا اتكلمنا على كل المعلومات الخاصه بالمايكرو ألبومين وعرفنا ان هو عباره عن اوردينري ألبومين، نفس الألبومين اللي موجود في البلازما، نوت اتايني ألبومين معناه ان هو مش نوع تاني بنسميه المايكرو ألبومين، هو نفس الألبومين اللي موجود في البلازما بينزل في اليورين ولكن بلو كونسنتريشن اقل من 30 ميلي جرام على الديسيلي. المايكرو ألبومين تيست بنستخدمه في الدايبيتكس، نستخدمه كماركر فور ايرلي نيفروباسي ديتكشن لانه بيقدر يكتشف النيفروباسي ات ستيج وير ات از ريفيرسبل، بيبقى كميه الدستراكشن داخل الكدني قليله جدا. نقدر نقيس المايكرو ألبومين في عينه اليورين، احنا بنفضل عينه ال 24 ساعه لانها بتبقى مور اكوريت عن الراندوم سامبل لان المايكرو ألبومين اكسكريشن بيبقى مختلف على مدار اليوم، عشان كده الافضل ان احنا بنجمع عينه ال 24 ساعه. بنستخدم المايكرو ألبومين تو كرياتين ريشيو تو كوريكت فور فاريشن ان يورين دايليوشن، زي ما قلنا بنستخدم الألبومين كرياتين ريشيو عشان نتجنب اي تغير في اليورين كونسنتريشن واللي بالتالي بيأثر على المايكرو ألبومين كونسنتريشن وبيعمل كوريكشن للريزلت.